للمزيد من المتابعة أيضا مشاهدينا تنضم إلينا من واشنطن السيدة رنا أبتر المحللة السياسية. سيدة رنا مرحبا بك معنا. بداية، إلى أي حد سيظل بإمكان ترامب وفريقه الاستمرار في عرقلة مهمة فريق بايدن الانتقالي؟ أمام الرئيس الأمريكي وحملته الانتخابية مهلة حتى 20 يناير كانون الثاني لدى المصادقة رسميا وحفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن. إذا هناك فترة لا بأس بها بين الآن وبين يناير من الممكن لحملة ترامب الانتخابية الإصرار على الطعون القضائية التي تقدمت فيها بالمحاكم والاستمرار بهذه العرقلة لفريق بايدن الانتقالي. ويبدو بأن هذا هو التوجه، لأن على الرغم من فشل هذه الدعاوى القضائية حتى الساعة في عدد من المحاكم، إلا أن رودي جولياني وهو محامي ترامب الخاص قال في مؤتمر صحفي يوم أمس بأنه مستمر في هذه السياسة بالطعن بنتائج الانتخابات. وكما ذكر مراسلكم قبل قليل، فإن أيضا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يلتقي اليوم بمجموعة من المشرعين من ولاية ميشيغان المسؤولين عن المصادقة على نتيجة الانتخابات، وهذه سابقة صحيح في تاريخ السياسة الأمريكية. ما المتوقع؟ هل تأتي هذه اللقاءات بين الرئيس والمسؤولين الجمهوريين في بعض الولايات، هل تأتي بنتائج فعلا لصالح الرئيس؟ يعني هذا يعتمد على تجاوب هؤلاء الجمهوريين مع الرئيس الأمريكي. هناك تحذيرات جمهورية لم نسمعها من قبل، بدأنا بسماعها حاليا تجاه هذا اللقاء على وجه التحديد. آخرها مثلا ورد على لسان مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون عندما غرد قبل قليل محذرا من هذا اللقاء وداعيا الجمهوريين إلى الالتفاف حول هؤلاء المشرعين من ولاية ميشيغان دفاعا عنهم كي يمثلوا رأي الناخب الأمريكي ولا يرضخوا للضغوطات التي سوف يمارسها عليهم الرئيس الأمريكي في هذا الاجتماع. من الواضح أن ترامب سوف يدعو هؤلاء إلى عدم الالتزام بنتيجة الانتخابات الرسمية والأصوات الشعبية والتصويت لصالحه لعرقلة عملية المصادقة. إذا هناك تحذيرات جمهورية كبيرة من هذا اللقاء الذي سوف يجري اليوم في البيت الأبيض، وتأكيد على أن هوية الحزب الجمهوري باتت مهددة اليوم من قبل هذه الممارسات. شكرا، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من واشنطن سيدة رنا أبتر المحللة السياسية، شكرا جزيلا لك.